يشتهر التصميم الفنلندي بأشكاله الواضحة وتخصصه. أثاث مثل المقاعد الكروية الشكل يعتبر تصميماً كلاسيكياً. يلتقي المصممون في أسبوع هلسنكي للتصميمات مرة في العام. صناعتي للأثاث تشبه فن النحت، حيث يتعين أن تكون قطعة الأثاث فعالة وجميلة في الوقت نفسه، وهما أمران مهمان. فاز ميكو باجاكانن بجائزة مصمم العام في فنلندا، وفاز بجوائز آسيوية وأمريكية. هذا الفنان الشاب يصمم الموبيليا لمنتجين دوليين، ويعرض قطع أثاث كثيرة ومن بينها مقاعد يتشكل كل منها من قطعة بلوط واحدة. جاءتني فكرة تصميم هذا المقعد من عالم الموسيقى، فالذبذبات الصوتية تتجه بهذا الشكل، وقد ألهمتني هذه الأشكال التي رسمتها وصممت منها مقعدا. يلعب التصميم الحديث في هلسنكي دورا كبيرا، إذ يوجد في حي التصميم 200 متجر. المدينة الفنلندية الواقعة في حوض بحر البلطيق تحمل العام الحالي لقب عاصمة التصميم العالمي، لذا جاء أسبوع هلسنكي للتصميم الثامن بشكل ضخم. وتحتضن المدينة أكثر من 50 معرضاً، ويجري المعرض الأضخم هنا في مستودع قديم بمشاركة المصمم الشهير إيكا ساتانين. لا أرى التصميم كأسلوب، بل أعتبره كفكرة من أجل تحسين حياة البشر، وانطلاقا من ذلك يتعين أن يكون التصميم في متناول يد كافة شرائح المجتمع طالما كان إنتاجا صناعيا بجودة عالية. تصميمات المقاعد المبتكرة لإيكا ساتانين تحظى بشهرة عالمية. ها هو تصميم جديد. يزور أسبوع هلسنكي للتصميم مصممون من الخارج. بوريس بيرلين هو أحد مؤسسي شركة كومبلوت ديزاين التابعة لأحدث مكتب تصميم في الدنمارك. إنه يتعاون بانتظام مع مصممين فنلنديين. يمكن وصف الفنلنديين بكل بساطة بالهوس، كما أنهم يتقنون ما يعملونه، وأرى أن التصميم الفنلندي يقدم لنا الكثير والكثير. وضع إلوا آلتو في الثلاثينيات حجر الأساس لنجاح التصميم الفنلندي عالمياً من خلال الأثاث غير المزين والقطع الزجاجية، وهي اليوم سلع كلاسيكية. المقعد الكروي المصنوع من المواد الصناعية أحدث ثورة في تصميمات الأثاث في الستينيات. مصممون مثل ماريميكو باعوا تصميماتهم في أنحاء العالم. كثير من الفنلنديين كالمصمم ميكو باجاكانن يشعرون بالفخر والاعتزاز. يعتبر التصميم عنصرا من العناصر المهمة لثقافتنا، وبالرغم من صغر مساحة فنلندا يوجد فيها مهندسون ومصممون كثيرون، وأعتقد أننا نعشق التصميم. التصميم الفنلندي فعال وصالح لكل زمن، وهذا ما يراه عشرات الآلاف من زائري أسبوع هلسنكي للتصميم هذا العام.